بعد الضجة التي أثارها موضوع ارتباط الفنانة المغربية أمل صقر بالرابور مسلم، وبعد إعلانهم خبر زواجهم من خلال تصريحات رسمية على برنامج تلفزيوني، انهالت المباركات والتهاني على الزوجين سواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو من بعض الفنانين. وكانت الممثلة سناء عكرود أول المهنئين، حيث وجهت عبر حسابها الشخصي بالانستغرام رسالة تهنئة للزوجين مسلم وصقر، وتمنت أن ينعم بالسعادة وراحة البال وأن يجتمع على الحب والرحمة. وعلقت عكرود قائلة: أول مرة كنشوف مسلم مسكين كيضحك، شفته كيغني لأمل بحب ورقة، فسقط قلبي بين ضلوعي. الله يكمل عليكم بخير ويعطيكم السعادة وراحة البال وبزاف ديال الحب والرحمة. بعد أن رأيت ذاك الكم الهائل من التنمر، استحضرت ما قاله جون ليون: الحب هو الحل، ومن المؤكد أنك تعلم ذلك. بعض متتبعي الممثلة سناء عكرود اعتبروا أن تعليقها فيه نوع من السخرية، خصوصا الجانب المرتبط بالرابور مسلم، فيما استحسن بعض المتابعين ردها الإيجابي حول هذا الموضوع، متمنين لها أيضا كل التوفيق في إيجاد نصفها الآخر بعد طلاقها من زوجها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.